ليمون للناس على حبي، ليمون للناس، وكان ذنبي مش ذنبي ومال الناس. ليمون للناس على حبي، ليمون كان ذنبي مش ذنبي ومال الناس. مدام القلب حبه خلاص أنا مالي، أنا مالي ومال الناس. عسلامة، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. يتجدد الموعد واللقاء بكم ومعاكم على الوطنية مع نجوم الفن في تونس. اليوم انا موجودة في سوسة، بعد شوية باش نلتقي بالفنان التونسي المتألق واللي عنده مدة من اللي قاعد يعمل في اغاني خاصة به الى جانب تصوير عديد الكليبات. اهم حاجة في حلقتنا لليلة انكم باش تتعرفوا عن قرب عن الفنان التونسي المتميز حيدر امير، هو ضيفي لليلة. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. الناس 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 رايح تشكي للناس، رايح تحكي للناس، أنا مالي ومال الناس. مرحبا بكم وين ما كنتوا، اهلا وسهلا بكم في لما ونجوم على الوطنيه. احنا اليوم موجودين في سوسه باش نلتقيوا فنان من اهم الفنانين اللي موجودين في الساحه الفنيه التونسيه، اللي اليوم يخدم على مشاريع فنيه صوت حلو، عنده مشاريع فنيه الى جانب الانتاج الخاص اللي قاعد يقدم فيه في الساحه الفنيه التونسيه. اكيد انكم عرفتوا الفنان المتميز حيدر امير اللي عنده مده كبيره حابب انه يكون عنده اعمال فنيه توصل للمشاهد التونسي، ولكن قاعد كل مره هكا نشوفوا فيديو كليب، كل مره نشوفوا في مشروع فني. اليوم في لما ونجوم باش يحكينا على كل شيء. مرحبا بك حيدر، شنو احوالك؟ مرحبا نعيمه، شنو احوالك؟ لاباس؟ يعيشك. حيدر، كما كنت نحكي قلت من اهم الاصوات، قاعد يخدم على مشاريع فنيه، واليوم ورجعت لانتاجك الخاص، وكانه حيدر لازم يكون عندك انتاج خاص. يلزم، هو من قبل الكورونا معناتها احنا كان عندي على فكره، والفيديو كليب نتاع كوني قريبه كانت تسجل في ظروف تاع كورونا. على الاقل انتجت حاجه. انتجت حاجه وما استغلينا الفرصه، رغم اللي الفضاءات كانت كلها مسكره والكل، ما الحمد لله معناتها وصلنا وصورناه وهبطت في رغم اللي الظرف كان صعيب برشا على الناس الكل وعلى التوانسه الكل. صحيح. دونك توجور معناتها ديما نحن كفنانين ابار الاعمال المتكامله، يعني الاعمال الفنيه المتكامله، لازم يكون عندنا شويه انتاجات دي طون زون طون، معناتها كان نسيب اغنيه نسيب كليب حسب الوضع وحسب الظروف نتاع وحسب ما هو متوفر بالضبط، خاطر ماك تعرف الانتاج مش ساهل معناتها باش واحد ينتج، والحمد لله رغم كل معناتها وفقنا ربي. فلا الحمد لله. حيدر، كي رجعت تعمل في انتاجات بعد فتره الكورونا، ان شاء الله ما عادش تتعاود يا ربي، رجعت بغنية ومعها كليب، وكأنه استراتيجية عمل جديدة، وكأنه تصور آخر لصورة حيدر. لا، ماش نخلي غنية بركة، بالعكس كل غنية نعطيها وقتها ونعطيها إمكانيات ونصورها ومن بعد نشوف الغنية اللي من بعدها. بالضبط، هو حتى حد ما ينجم ينكر أنه اليوم الصورة مهمة ياسر، يعني اليوم غنية بركة وتسيبها الحقيقة ما عادش يحصر على زمان قبل. دونك اليوم
المشاهد ولا يبحث ما عادش على أغنية برك، يعني معلش صوت يسمعه أتغافير معناتها الإذاعات ولا كذا معناتها اليوم، ولا يبحث على صورة على موضوع على كليب باش نجم. هي نقولوا التعاون، تعاون الكليب يعاون الغناية باش تنتشر أكثر. دونك توا سيرتو مع لي ريزو سوسيو الناس كل ولات كونكتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الانستغرام وعلى تيك توك. دونك اليوم مهم جدا باش انك تعمل غنايه وتحاول تصورها حتى ولو بامكانيات بسيطه. قديش الخطوه هذه كانت مهمه وشنو اضافت لك كفنان؟ نعرفوا اللي كل فنان وقت اللي يقوم تجربه جديده في حياته، يا اما يعمل انتاج مغاير اللي كانوا يسمعوا فيه الناس عندي فعلاً، يبدل شكل الأغاني متاعه إلا يبدل طريقة العمل متاعه. قديش كانت الخطوة هذه مهمة وقديش استفدت منها وشنو الصدى اللي كان موجود لدى الجمهور والناس؟ الحمد لله هو اللي استفدت منه أنه هي كي تعمل حاجة أكيد أنه في الأخر الجمهور هو اللي يكون الحكم على العمل الفني معناتها من الأخر. نجم نكون أنا نقول يا محلاه الكليب والغناء يا محلاه، لكن يكون الجمهور عنده رأي مخالف. لكن في كون قريبه في الكليب الحمد لله، يعني انه وصل العمل اكثر من 110,000 معناتها فيو في علشان يوتيوب، والعباد حبته لانه شافوا شكل ممكن انه الاغنيه التونسيه في شكل طربي، يعني الاغنيه التونسيه الطربيه. يعني برشا ناس يقول لهم يعرفوا الغناء التونسي كان بالفزاني وكل كذا، لا نو، الغناء التونسي راهو فيه غناء يطرب وغناء يمس ويحرك المشاعر، ودونك علاش نظلموا فيها الغنايه. والحاجه الباهيه في الغنايه اني فاهم مواصفات تخليها تنجم تنتشر، لانه استعملنا زاد ايقاعات غربيه فيها توزيع سبيسيال انتر بارونتيز، معناتها ما استعملناش كاريمون الاغاني الايقاعات وكل ايقاعات معناتها 100% تونسي، مي دخلنا على اضافه انه باش تنتشر الاغنيه يلزمك تكون مواكبه عصرها، تستعمل فيها الالات جديده دي سونوريتي اخرين جدد دي زيفي سونور اوسي، معناتها يكونوا مواكبين العصر. خاطر راهو اليوم المستمع ما عادش المستمع نتاع قبل، اليوم راهو يسمع لك في اغاني وتقنيات جديده. اذا كان ما تقرب الاف الاغنيات من العالم الكل في داره، في داره اذا كان انت ما تقربلوش وتحاول ترتقي بالغنايه نتاعك على الاقل نقولوا للمستوى اللي قاعد يسمع فيه. وهنا الحقيقه تدخل فيها عده اطراف، ولو ساعات مش نحكي في موضوع اخر انه اليوم ما عادش كان المطرب والملحن هما طرف في الغنايه، اليوم فما الموزعه ولا طرف مهم في انتاج الاغنيه. وهنا هي السافوار فير نتاع الموزع والخيال اللي عنده، راهي تكون غنية تولي غنية أخرى معناتها. يقول لك الغنية ذي موزعة بالكدا. موزعة بالكدا، تولي الغنية تطير، فهمت؟ تولي تطير، وهي بون، هي أذواق. صحيح. فهمت؟ بين الموزع والموزع يختلف هو الذوق. الذوق نحكي الذوق على مستوى اللابياج نتاع الكسوة اللي يلبسها للغنية، فوالا. الإضافات اللي يزيدوا. اكزاكتومون، بالضبط. حيدر باش نواصلوا معاك المشوار وباش نحكيو في برشا تفاصيل، برشا مشاريع فنيه بديت فيها ومن بعد هي اليوم مشاريع كبرى بديت معاهم ولكن ما كملتش، هل انه اختيار منك او انه المشاريع هذيا ما عادش تهمك برشا؟ وين الاتجاه توا بعد الاغنيات والفيديو كليبات؟ اكيد فما مسيره اخرى، اكيد انه فما اغنيات اخرين يستنيو في المشاهد التونسي، خليكم معنا.
حيدر فنان اللي شد ثنية متاع إنتاج فني، هل اليوم نقولوا أنه الإنتاج الفني في تونس صعيب ولكن يعطيك خطوة أخرى ويخليك ربما ترسم طريق أخرى في طريقك؟ يعني ساعات بغنية صحيح تنتجها وصحيح تخسر عليها برشا فلوس، أما تهزك لثنية أخرى وجمهور آخر. صحيح، هو شوف، هو الحقيقة فما مشكلة في تونس، قال فما مشكلة ساعة، فما غناية من غناية تختلف ومن فنان إلى فنان يختلف. أكيد أنو حيدر أمير شنية الماتيير اللي قدمها؟ اسكو الماتيير ولا الغناية اللي مش تتقدم اسكو هي يعني متوجهة للسوق ونو أو إلى نوعية معينة من الناس اللي تتذوق الفن، أو أغنية سهلة تخاطب الوسط، احنا كما نقولوا معناتها تشطح الناس، أغنية شعبية. دونك أغنية الحقيقة احنا في تونس مع الأسف ما عندناش تصنيف للشيء هذا. يعني ذنب شكون هون؟ ذنب السيستم في تونس، ما ذنب حتى حد الحقيقة. ذنب أنه احنا اليوم ننظر للثقافة بمنظور أنه الثقافة والفن راهو مجعول كان للجو. والغناية اللي هي تصرف عليها برشا فلوس، الغناية الترابية مثلا، الحقيقة ماهيش واخذة حظها على مستوى وسائل الإعلام، خلينا نقولوا ما خلوهاش تكون كوميرسياليزي. واش معناتها غناية كوميرسياليزي وغناية نو؟ سي لو ماتراكاج. يعني أي غناية تنجم تماتراكيها ليل ونهار تنجم تفرضها على العباد. دونك بالك زاد الذوق العام تبدل، هو الذوق العام تبدل، لانه انا برشا مرات يقولوا لي العباد في الشارع، قولي والله ورا سختي ما عادش عندنا برشا وقت باش نقعد نسمع اغنيه، درا قداش وقت هكا اغنيه خفيفه وانا في الكهرباء والا هكا حتى باش نهبطها في ساعه نسمعها. حتى الوقت ربما يتغير. هو الوقت تتغير، شوف احنا نعيشوا في عصر السرعه الحقيقه على الاخر. دونك الاغنيه حتى بماكلتنا في لبستنا ماذا بيهم الاغنيه، حتى كي تهز اغنيه مثلا باش تعديها في تلفزه ولا في راديو يقول لك الحقيقه اربع طويله شويه طويله شويه، فهمت؟ دونك هنا ظلمت الاغنيه الترابيه، هنا تحكم عليها بالاعدام. يعني اش معناتها اغنيه ترابيه؟ معناتها ما عادش عندك مجال باش تقعد وتتبنن وموزيكا في وسط الاغنيه. ساعات ام كلثوم يعني بين المقطع والمقطع تلقى موسيقى فاصل تقريب فاصل موسيقى توا. لكن ما تقلقش قد اغنيه توا صح. فوالا احنا سنسونا بالرابيديتي، وهذاك علاش ما عادش نجموا نتبنوا حتى شيء. كيما انت طيب الشكشوكه ليه في ظرف دقيقتين ثلاثه ما تطلعش بنينه، وكي تبدا طايبه على كانون وتبدا طايبه على في عقلها سي نورمال، مش تعدي اكل بنا وكشيخه زمنيه. دونك البنا هي اللي تفقدت في عصرنا توا معناتها عصر السرعه. لكن بون احنا لازمنا نتاقلموا مع الواقع، كالكي سوا لي كونسيون، هذا واقع مفروض على الفنانين الكل. لا انا لا ضده، هو علاش هالخلط هذا الناس كل فرد خلط. كي بعدنا لا يلزم فما تصنيف، فما برودوي دي فيترين، فما موزيكا اللي تطلع للعموم الكل. اليوم هاك تشوف حتى في البرامج معناتها كل شيء يشتيح ورديح. اسكو ذنبنا احنا كفنانين بار اكزومبل؟ وساعات زاد المشاهد او المتقبل او المتلقي يقول لك هو حاسه شبيه هكا، ما عملناش جو انا نهار كامل نخدم وكل ما زاد. ساعات راهو يفرض عليك المشاهد او يفرض عليك الذوق العام انك تمشي في الثنيه هذيك. يقول لك والله يجي في غنيات هكا قدم وترابيه ويعني انا ماذا بيا على شويه جو. اسكو الذوق العام اليوم معناتها يفرض عليا غنيه معناتها خايبه يلزمني انا نكون نغني ننساق في الواحد هذاك؟ نو، كل حاجة في بلاصتها. بصراحة شوف، يلزم فما إرادة سياسية اليوم باش نصلحوا الوضع الثقافي في تونس. اليوم راهو الفن والثقافة راهي وجهة نتاع بلاد. صحيح. راك تسوق بها للعالم، أنت شنو الصورة اللي قاعد تقدم فيها للعالم؟ لهنا الدولة يلزم تدخل الحقيقة، وسياسيين وزارة الثقافة والسياسيين جينيرالمون يلزم اليوم يحطوا يديهم يقولوا تيان هذا راهو دوسي نتاع الثقافة، يلزم يتحط على الطاولة، يلزمنا نحكيوا فيه. الدولة كيما تبني كياس باش المواطن يمشي عليه باش ما يتيحش وباش ما تصيرلوش حاجة ولا عجلته تتنقب، الدولة زاد لازم تصرف على الثقافة، لأنه هذيك الوجهة نتاع البلاد
وهذيك يقول لك معناتها تحب تفهم دولة من الدول، أغزل ثقافتها، أغزل فنونها. أنا شفت التقييم كيف، أعطيني مسرح نعطيك شعب. حيدر قبيلة كنا نحكيو على أغنيتك، قلت لي أنا حسيت فيهم برشا آلات موسيقية، وكأنك حسيتك تحط في نفس فني وفي آلات موسيقية غربية جديدة. مواكب العصر كي مواكب، بخلاف مواكب العصر، أنت مع أنه الأغنية التونسية اليوم ندخل عليها آلات موسيقية تضيف لها؟ وي أنا مع. أنا كيما قلت لك، إذا تحب اليوم الأغنية التونسية تطلع بها تخرج من الحدود نتاع تونس، نخليه هذاك، لكن فما مواصفات أخرى وتقنيات أخرى، إضافات تدخل. مانيش باش نمسوا في الأغنية، احنا تو ما نمسوهاش. يعني احنا الأغنية تقع تونسية كلمة ولحن وكل، كيما قلت لك مذكري، يعني هو لومبالاج التعليب. فما فرق بين برودوي باش تكونسومي في تونس، وفما فرق بين برودوي باش تحب تخرج به خارج تونس. دونك الور لا يلزم إعادة نظر في كل شيء. لو ريتميك، احنا توا شوف العالم الكل يعني اللي هو مهم عندهم هو الريتم، سي لو ريتميك. دونك راهو إذا تعرف كيش توظف، وإحنا عندنا ريشيس كبيرة في الإيقاعات راهو في تونس، راهو ممكن أكثر بلاد في الوطن العربي إلا عندها كم هائل من الإيقاعات نتاعنا، راهو بالحق حاجة فوق الخيال. مخزون كبير. علاش هو معناتها أنا ناخذ الإكزامبل بتاع سيدي منصور يا بابا، علاش خرجت للعالمية؟ على الصبر ولات عنده إشعاع كبير عالميا. كل يوم يعبط لك فيديو من بلاصة من العالم يغنيوا فيها وهما فرحاني. على خاطر إعادة لو نحكي فيه توزيعها وإضافات الإيقاعات الكل، وعطاها جروف آخر وأمبلور آخر، ألور الغناية كرتونات ونجحت على مش في العالم العربي برك، يعني في العالم كل نشوفوا فيها في أكبر مسارح العالم. سيدي منصور يا بابا، سيدي منصور يا بابا، سي عارف تونس، سي تونس. هوني حيدر خليني نسالك، انت مع انه نختاروا اغنيات من تراثنا ونعاودوا نوزعوا؟ لانه فما برشا يقول لك لا خليه تراث، وفما برشا يقول لك ما نغنيش حاجات تراثيه. ولكن اليوم تجربه سيدي منصور اللي اليوم بالحق كل يوم تحل تلقى من مسارح العالم الكل فنانين من العالم عاملين عليها جو يغنيوا فيها، هل انه اليوم هذا يشجع انت كفنان تونسي ويخلي الناس اللي قالوا ليه ما تمثليش التراث والاغاني التراثيه خليها كما هي؟ لا بالعكس، هي تنجرب ونبدلوا لها شويه الايقاع ونردوها حديثه، نجموا نوصلوا بها ونجموا ننجحوا ونجحوها. بطبيعه الحال اخي تو بربي سامحني، هي موسيقى، موسيقى هي لغه العالم، تفهمها العالم. انا كي نحكيو على التراث، انا حكيت لك على سور بلاد العربي، قلت لك احنا رانا مش نطيحوه ونعبدوه. ليه برشا يقول لك لا 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 هلكتوه الاغنيه. انا يقول كل واحد من مفهومه الخاص، لكن فما برشا غنات سي جراس اعاده توزيعها نجحت. صحيح. شنو نقول عليها الغبره؟ اش معناتها احنا هو معناتها التراث معناتها ما يمسش الغنايه، معناتها مش يمس ميلودي هو واللي عاود مش يقلل من قيمتها زيدا. ما يقللهاش من قيمتها، فهمت؟ اما كما قلت لك الاضافات تصير على مستوى الموسيقى ومداير بالغناء التوزيع. قلت لك فما عنصر ثالث اللي هو اسمه موزع. موزع هذا مهم في كيفاش يخرجها الغنايه ما غير ما يمس العمود الفقري نتاع الغنايه. تقعد هي بيدي، مش نبدلوا سيدي منصور يا بابا، مش نبدلوا لا لحن ولا الكلام ولا الكلام. هذا تقول لي انا كاين واحد شادد اغنيه زين فيها هكا. غنية محليها يزيد يزينها ويعمل لها شويه فحات مزينه باش تنجم تتسوق بالضبط في الوقت هذا وفي العصر هذا. فما اغاني جميله ياسر بالقديم نتاعها كانت في عصرها سي فيني. احنا نحكيو اليوم على 2024. ما عاد نجمش هي كما هي باش تاخذها باش تسوقها، ما تنجمش توصل. نجمو نشوفوا اغنيه من الاغاني القديمه نتاعنا تعاود لها توزيع وتعاود تغنيها؟ لا انا عاودت بخلف لي عاودته توا من تراثنا من احسن الاغنيات ولا اغنيه مش معروفه هيت نعاودوا نعرفوا بها. معلش لا ماكش مع ليه علاش نقعدوا في القديم نعملوا جديد اغنيات؟ لا والله لا، انا غنيت عملت اسمها والله ما يرويني كاس الحياه بالذل. والله ما يرويني كاس الحياه بالذل ما يرويني.
يا عيني وكاسي الحياة بالليل. لا لا محلاه ميلودي في راس أغنية ديما فهمت معاودتها غنيتها محليها. وأغنية معناتها من الفن الشعبي. علاه؟ بالعكس أغنية نفتخر بها صحيح، ولحنها فنان كبير في قيمة إسماعيل الحطاب. صحيح، دونك بالعكس بالعكس نتشرفوا بها ونزيدوها قيمة ونزيدوها عمر إضافي، لأنه ساعات جيل هذه فما برشا غنيات ما حضرش عليهم. بالعكس احنا اليوم نعرفوه بتراثنا ونزيدوا نسوقوه من جديد، ما ننسيوش القديم ونبنيو عليه. نزيد نعيد لك كل كلامي. شوف يرحمه أحسن الدهماني. أه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. سمعته يغني في بين الوديان ذولي ولا الخمس، لا مش عارف، حسيت فما غنيه من التراث غناها واداها بشكل صدقني انا بيدي حبيت الغنيه وحبيت زدت حبيت النوعيه نتاع الفن هذاك. علاش؟ خاطر بصوت حسن صحيح اعطاها جماليه وابرز معناتها ورى فيها اماكن ممكن اللي غناها الاولاني ما كانتش عنده، ممكن خاطر هنا نحكيو على الطاقه الصوتيه. اسماعيل الحطاب الله يرحمه، بين الوديان والدم بين يقطر. بين الوديان والدم يقطر. وكي عنده ستيل وكي غناها احسن زاد اضاف لها زاد جملها زاد جملها ونجحت. كانت الحصه كي بالذات من انجح ما غنى الله يرحمه احسن الله يرحمه دهماني في قد اللون هكا بالحقق بشكل رهيب. دونك هذا علاش نحب باش نأيد لك الكلام اللي كنت نقول فيه. بالعكس يا خويا مثال شات إذا غناية جميلة هات ننفض عليها الغبار والله ونلمعها ونزينها ونعاود شنو نسمعها الجمهور ربما ما حضرش عليها وما شافهاش. في علم تاع عباد لا فلاي ما تمسش التراث ولا لا تحسوا مش بنات اللي يحبوا يخدموا ولا يخليوا شكون يخدم؟ ما يخليهم يخدموا ولا يخليهم شي يخدم. علاش مو قالوا زاد كيف الزيارة وسمي النجم يشوه التراث؟ ما قالوه. لكن سامي النجمي عمره بالعكس، سامي النجمي كان عنده دور في برشا اغاني تعاودت تشارت اللي هو يا لالا جايتك بتخيل ومزيد الجماليه وكذا، لكن قعدت الغنايه شنو عمل له سامي؟ برشا الحقيقه ما كناش نعرفوهم الا من زياره. وش عمل له؟ قوى الجروف نتاع الغنايه وحط كلكو اضافات بدون تشويه الاغنيه. وهذاك علاش نجح العرض، واليوم هذا قاعد يدور. صحيح. دونك يزيونا مهل قال شكون يمس يشوف التراث وما يسونش ما اعطيني تراث خليني نشوه ونوصله للعالم. اعطيني تراث خليني نجمل وننفض عليه الغبره ونوصله ونسمعه للناس. بالضبط بالعكس هيك سي ليدونتيتي نتاعي. صحيح صحيح فوالا. حايدر الكليب نتاعك باش نمشيو نشوفوه بعد باش نرجع نحكيو اكثر تفاصيل مع حايدر. مثل عيوني واكثر واكثر
حيدر، نعرفوا اللي الكليب هو خطوة الأولانية، ولكن الخطوات القادمة هي برشا أغنية جدد، ومنهم الأغنية اللي توا باش نسمعوا منها. أكيد أن الجمهور كيستنى اليوم، وفي الطبع التونسي كما تحب أنت. يا صدقني الأغنية ضحكتك هذيا نتاع أغنية غادي غادي. يمكن أنت عندك باش تكون عندك سبق الحمد لله بالحق، معناتها توا ما سمعها حتى حد. هي هذه مولود جديد، ما زدت كي خدمتها، هي من كلمات الشاعر صديقي وخويا نحبه برشا ياسين حمزاوي، تحية ليه. دونك ما عنديش حتى جمعتين من لحنتها، وان شاء الله باش ندخلوا الاستديوهات ان شاء الله تري بروشينمون باش نسجلوها. ان شاء الله مبروك اول مرة باش نسمعوها على الاقل كادو منك لجمهورك على الوطني. اسمها تدلل في جهة تونس، تدلل وخذ اللي تحب. ايه احنا موك تعرف المرأة التونسية تحب الدلال بالحق، لو تحب المرأة تحب تدللها، هو النساء الكل يحبوا يدللوا، هما سبيسيالمون أما التونسية أكثر دلال. التونسية أكثر تحب برشا دلال، إيش خلاها؟ لولانية. تحب تسمعك منها شوية؟ إيه أنا نسمع الدلل وما نسمعش الجمهور شوية منها. أمانة 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 أمان 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 الدلل خذ اللي تحب روحي وعمري ليك هدية والله معايا حلال حب باللي تطلب باقي شوية باللي تطلب باقي شوية اتدلل زيد اتدلل اتدلل زيد اتدلل انت وانا يا محنانة انت وانا يا محنانة كيف جمعنا الحب اثنين غني ونعلي في سمانة غني ونعلي في سمانة خلينا لبعضنا سنين خلينا لبعضنا سنين اتدلل زيد اتدلل اتدلل زيد اتدلل لا لا محليه تعرف توصية ألف المية الكلمة متاحة واللحن. وقتاش إن شاء الله الأغنية؟ إن شاء الله إن شاء الله ما نفوتوش. لا 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 مانيش باش نبدا، وإن شاء الله ماكس ممكن شهرين اخرين ان شاء الله تكون ان شاء الله دار مزيد التوزيع، وان شاء الله تخرج حاجه حلوه برشا. وهذا جونا، هذا التونسي بتاعنا، هذا البلدي، هذا
الراقي الراقي اذمار وحلوه سمباتيك معناتها غنايه مهضومه كلام جميل معناتها مزيان ما فيش مكتوب مليح فوالا مكتوب مليح هذا هذا لم بكري نحن نحكي فيه معناتها هذا بالحق محتاجين الناس تعرف تكتب الكلام صحيح حيدر عديد المشاريع الفنيه اللي بديت بها منهم زياره في اول نسخه واول ظهور ليك على مهرجان كرتاج مع مجموعه زياره ساكسفون وولاريا وغيره من المشاريع اللي تبدا في الثنيه معهم ومن بعد تخلي المشروع تمشي حتى ولو انا من المشاريع هذوما الكل مازالوا مستمرين شو يخليك تشارك وشنو اللي يخليك تنسحب هو على فكره انا كان عندي حضور على مهرجان كرتاج الدولي قبل الزياره لي قبل الزياره لكن انا قلت وقت اللي ظهرت في كرتاج الزياره هو انا بحكم صداقتي وبسمي النجمي عدينا برشا حاجات حلوه مع بعضنا والحلم هذيك انا كنت حاضر فيها وعملنا عدة عروض أخرى في مهرجان سوسة الدولي أوسي معناتها ومشينا حتى لباريس في تياتر جيمناز في باريس وعملنا حفلة غادي ومسرح بلدي تونس وبعد وقفت التجربة مع سامي خاطر شكون اللي انسحب؟ لا 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 ما في حد شيء لا لا ولا لا أنا بون شنو اللي ما خليكش تواصل؟ ما خلانيش تواصل هي أول حاجة التجربة كانت من الأول التجربة حبيت نخوض الموند وهذا متاع الجو الصوفي الحقيقة على محلاه على محلاه الجو أنا بيدي اكتشفته وأنا بيدي معناتها شخت به وأنا من نوع نحب ديما نجدد في التجارب الحقيقة دونك هو عرض متكامل في الاخر انا ديما عندي شخصيه الفنان اللي يحب يبرز هو معناتها من حقه باش يكون اون سولو وعنده اعمال الخاصه به ما تنجمش انت تقعد مربوط بزياره زياره سي ان سبيكتاكل اسمه زياره يعني ماهوش مبني على النجوم ممكن في البدايات كانت اختيارات سامي لبعض الوجوه المعروفه اعلاميا نقصد اللي هما طلعوا كارتاج وهذا سي توتا في نورمال باش ينجم يكون دوسيي معناتها كونسيستون ينجم يفرض نفسه بعد التجربه كي دخلت في تجربه اخرى مباشره وهو كان مقترح من اللي انا وقتها كنت موجود في الزياره هو عرض ساكسوفانز الحقيقه هيك من العروض شنو الاغراض باش تشاركتي؟ هاو باش نقول لك علاش خاطر عرض ديكالي مختلف تماما على اللي كنت فيه على كنت فيه انك تقدم الاغاني التونسيه بطريقه البيج باند هذه حاجه سي اون بروميير ميم حتى في العالم العربي اغراتك التجربه انك اليوم وقت اللي تشد تاخذ اغاني صالحه وتعاود لها كتابتها على معناتها تكتب لها خصيصا للالات النفخيه دونك ما تعملتش قبل كيفاش آلات نفخية تنفخ وأغاني صالحة تتخدم وأغاني جويني اليوم قالت لي والنظرة تتخدم بانش كوي وبيج باند وتعرف معناتها التجربة هذيك بالحق استفدت منها برشا علاش؟ على خاطر غادي ما عادش تولي مطرب تغني تولي انسترومون قرجومتك تولي انسترومون مع الآلات هذيك علاش خاطر الكتابة اللي هما سبيسيال يعني ما تنجمش انت تعمل عرب وهما يعزفوا وراك تنجم تجي كل الناس كل تخرج على البيست دونك لازم نظرة درباني زيدو دونك سي كاري معناتها ما عندكش مجال في التصرف
هيدا نعرفوا اللي الجو محلي هكا في الشتويه، ونعرفوا الهدوء والدفء وشمينيا بحضينا. اكيد نسمع تصلتينا من تصلتيناتك، خصوصا انه انت ما شاء الله عليك الاغنيتك. والجو العام يوحي باش الواحد يتسلطن. يتسلطن. لموني الناس على حبي، لموني الناس، وكان الذنبي مش ذنبي، انا مالي ومال الناس ما دام القلب يحبه خلاص. لا لا لموني الناس على حبي، لموني الناس، وكان ذنبي مش ذنبي ومال الناس. لموني الناس على حبي، لموني الناس، وكان ذنبي مش ذنبي ومال الناس. ومادام القلب حبه خلاص، انا مالي، انا مالي بمال الناس. احبه وقربه يساعدني، وبات مشغول، وليه الصد يغلبني وليه طول. انا احبه وقربه يساعدني، وبات مشغول، وليه الصد يغلبني وليه طول. عرفت الحب غناني ساني الشهد ورواني، عرفت الحب غناني ساني الشهد ورواني. وليه ناس تلوموني على حبي تقاسوني، ليه يا حبي تلوموني على حبي تقاسوني؟ ومهما تقول عليا الناس، انا مالي، انا مالي ومالي الناس. الله عليك يا حيدر، محلية الاغنية مالي ومال الناس، من الاغنيات اللي نعرفك تحبهم برشا وعندهم هكا روح اخرى وقت اللي تغنيهم. حيدر، انت مدير المسرح في سوسة، وهذا هو منصبك خلاف انك كفنان، وكانه المنصب الاداري خذ شويه من وقتك كفنان. خذ برشا. ها انت قلت، انا كنت نقول لك قلت يتغشش. لا بالحق خذ برشا. انا قبل ما اكون فنان انا انسان مواطن تونسي ونحب بلادي، والبروفيل اللي عندي، خاطر صعيب ياسر باش تلقى بروفيل اداري وفنان في نفس الوقت. والمسارح هي مؤسسه يلزمها تتجرى من عباد اللي هما ولاد الثقافه، ولاد الثقافه، ويفهموا في ابجديات العمل الثقافي في المسارح، خاطر الثقافه تحتاج لبرشا سوبليس، ما تنجمش تربطها بقوانين. تحب ولا تكره، على غالب ساعات الجانب الارتيست الفنان هو يغلب على الجانب الاداري، خاطر نعرف انه العمل الثقافي ما ينجمش يتعمل بالقوانين الاداريه، مكبلته في برشا حاجات. انا مريت من واجبي اني يلزمني نشد المسرح هذايا ونقبل بالوظيفه، رغم اللي نعرفها لا باش تكبلني كارتيست كمبدع. ممكن نجمت وفقت شويه، رغم اللي راني انتجت من خلال الخطه الوظيفيه، لكن انا كنت ننتج وكنت نعرض، صحيح تعبني شيء، اما كومام خير من ما فماش. دونك هذا هو
علاش انا قبلت الوظيفه هذه من جانب وطني بحق صحيح. بصدق معناتها، خاطر من الاخر ما ملك الا بلادك وقت حساس لازم ما انا تكون كفنان في المجهود الوطني، انا كفنان ما تضيف ليش معناتها، ما تنجمش تعطيني اضافه، دونك انا يلزمني نضيف للمكان اللي تجي للمكان اللي انا فيه. علاش؟ خاطر ولد الفن، ولد المسرح، ولد الثقافة اون جينيرال، وجا الوقت باش تأدي الواجب هذا اللي انت كنت تحكي عليه. وننفع بحكم الحفلات اللي عملتها خارج تونس ولا داخل تونس ولا كذا، ونشوف الناس كيفاش قاعدة تخدم وكيفاش المسارح قاعدة تدور، قلت خلينا ننفع ندز مثال صحيح بالعراقيل بالمشاكل اللي تصير. مي الحمد لله مسارح حتى شيء، الحمد لله، ومشكورة إدارتي اللي عطات فيا الثقة هذه، وكنت محل الثقة معناتها نمتحم، والحمد لله توا 12 سنة على رأس الإدارة هذه، ما شاء الله، معناتها إن شاء الله نكون حققت حتى شوية المدينتي، خاطر بحكم موجود المسرح في مدينة سوسة، ورغم اللي نفعت معناتها المدينة وخارج المدينة وتونس ككل. هو المسرح الحقيقة في سوسة يضوي على تونس الكل. والحاجة الباهية فما نوع من الأريحية تتكون عند ليزارتيست كي يبداو واحد فنان كيفهم، نحكيو فرد لغة فوالا، الإداري خاطر ما يعرف باش يحكي تكنيك، باش يحكي ضو، باش يحكي صون، باش يحكي شنو، دونك يلقاو المدير هو بيدو فاهم اللعبة هذه الكل، أرتيست ميساج سايب يبداو مرتاحين، مش موكش عمل لك الحاجة ديلك، تكونت عائلة، تكونت صداقة بينات بعضنا معناتها بالاحترام بكل. يعني أنا كمدير حتى كي ندخل في العمل الفني بار اكزومبل لإبداء رأي أو نشوف حاجة ماهيش مريقلة يقبلوها منك، على خاطرك أنت ولدهم، خوهم، صاحبهم، فنان كيفهم، دونك خاطر الفنان راهو عنده تفكير آخر، وعنده تقربيع من نوع آخر. ديما لصالح الاضافه في الساحه مش لصالح ضد العمل، بلا خصوصا ارتيست يبدا هو بيدو خايف لانه يعرف اش معناه قيمه العمل اللي يتقدم، غاديك وقديش الفنان يكون حساس وحريص على انه باش يطلع البرودوي اللي جايبه باش يقدمه للجمهور احسن ما هو موجود. وقتاش نشوفوا عرض خاص؟ خلينا نحكي قبل ما نسمع حاجه تقطقه اخرى من اغانيك، وقتاش نشوفوا عرض خاص بيك حيدر؟ حتى العروض الخاصة بيك وكأنك عملت عروض خاصة إيه خاصة في مهرجان المدينة، يعني عملت عروض خاصة في مهرجان المدينة. نستنيو من الموسم الموسم من الغالب باش نعمل بربي اي وقت ايش فما تفكير فما 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 توا عندي من الماتير النجم حتى نغني أغنية معا الحمد لله، عندي كم محترم لبس بيه اللي خولي باش نعمل سهرة بكل انتاجي. ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوفوا عيني أبدا، ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوفوا عيني أبدا، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا، اول ما عني بصولي فتنولي عليك وقالولي، اول ما عني بصولي فتنوا لي عينيك وقالوا لي، وازاي بعد ما فرحني بشمك في عزولي، وازاي بعد ما فرحني بشمك في عزولي، ما اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعده ابدا، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش
ما بيسألش عليا أبدا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حيدر، يعطيك الصحة. حيدر، سؤالي توا يدور لي انا، كي نحكي انا وياك حكينا على زيارة، على عديد العروض اللي شاركت فيها. العرض الوحيد اللي هو لمحالة انت خدمت على الآلات النفع، خدمت مشيت شوية الانشاد ومشيت زادة ليريا. العرض اللي شاركت فيه مختلف كل يذولي اي مشروع فني جديد فيه مزود واغاني السجون هكا معطار الجيزاني. مغامر 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 عشان كنت تلوش مغامر، ما نخافش من التجربة الحقيقة، ما نخافش من التجربة. شنو اللي يخليك في التجارب تمشي المشاريع فنية مختلفة؟ نحب نعرف موندو خاطر ريتم نحكيه على طوة ترو ستيل مختلفين. هذيك اش سألتك انا حكيت عليهم لزوز قد المزود عنده عالم اخر زاد. شنو اكتشفت فيه؟ برشا برشا منذ آخر كومبورتمون تاع عباد أخرين، موزيكا أخرى، هبلة أخرى، شيخة أخرى. دونك فيه برشا العالم تاع المزود الفن الشعبي نقصد، فيه نكهة أخرى، نكهة أخرى وجيعة فرحة مع بعضهم. تلقى الغناء توجع لكن هي تشطح، فهمت معناتها؟ فهمت العالم هذا اللي كان ربما سمحت كي قطعتك. برشا فنانين يقول لك مش هي المزود هذايا سختو الوتريين. لا لا، قربت له اكثر، مشيت للكلمات واكثر المعاني اكثر. بيان سور، فما برشا اغاني حلوه ياسر. انت كي تسمع نجوم الليل الضوايا، انا عندي معك الف حكايه وكلام كبير ولا كلام كثير ما شاء الله. شاب سلام، شاب سلام تحيه ليه، من الفنانين الشعبيين اللي نحبوا برشا الحق، خلقه عالية وفنان فيني تربي محلاه، تربي محلاه. حتى غنيته سامحني مختلفين في كلامهم، يكتبوا راهو جماعة المزود راهو يكتبوا 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 يكتبوا. سمير عنده برشا أغاني حلوة جميلة ياسر، ردين معاش أني ما نسميش برشا برشا الحقيقة، مي الله يرحمه جرمانة، صلاح الفرزيت، فهمت؟ دونك منذ اخر قلت لك معناتها يلم من الكل عالم تاع المزه، يعني كيما قلت لك معناتها يجمع بين الفرحه والوجيعه مع بعض. الحقيقه شفتها كان في الفن الشعبي. تتصور انت غنايه تبدا مثلا فيها برشا وجايع برشا جروح برشا برشا معناتها برشا 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 سفرانس، وتلقى غنايه تشطح تشطح رغم الوجيعه، رغم الوجيعه. هذيك القوه فيه، هذيك القوه فين؟ تجربة خذتها مع طاهر الجيزاني، اقترح عليا باش يكون موجود معه في 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 عرض الداريا. وعرض يتيم في مهرجان سوسه في افتتاح. انا غالب ان شاء الله يتواصل هو العرض. لا، هديتي بلادي عجبوني عينيك، والزين اللي بيك عجبوني عينيك، والزين اللي بيك اي يا بنت بلادي طويلة ومزيانة، ترى قرية وفنانة، ترى طويلة ومزيانة قرية وفنانة، هكداك حبيت أنا. أي يا بنت بلادي، يا بنت بلادي عجبوني عينيك، والزين اللي بيك قلبي دا يبغيك. أي يا بنت بلادي. حلوة حلوة برشا برشا، يعطيك الصحة حيدر. أكيد أنه اللي يتفرج اليوم في حيدر أمير باش يكتشف أنه الفنان التونسي اللي اليوم ضيفنا في برنامج لما نجوم ماهوش فنان يشبه برشا فنانين اللي نعرفهم، يقدم نمط موسيقي بركة، وإنما هو الدرج وتعدى بعديد التجارب الموسيقية المختلفة اللي خليت اليوم حيدر أمير عنده عديد العروض، منها صوفي كما قلنا، منها المزود، ومنها آلة النفخ، ومنها العروض المغاربية وغيرها. لكن اليوم برشا من الناس يتفرجوا فينا، وبرشا من جمهورنا التونسي والعربي اللي يتفرج فينا عبر الوطنية الثانية، أكيد باش يسأل على حيدر كيفاش كانت البدايات. برشا يعرفوا لكن برشا ما يعرفوش. حيدر خلينا نستذكروا مع بعضنا كيفاش كانت البدايات، الخطوة الأولانية. حيدر نحب نشد العود ونغني، نحب نطلع على المسرح ونغني، نحب نختار أغنية. كيفاش بدايتك الحكاية؟ والله هي بدايتي كبداية كل أي معناتها طفل صغير، حاجة مش أنا اخترتها، حاجة توجدت فيها، حاجة ممكن تولدت معايا بتاتر. نحس بروحي نميل للفن. على فكرة أنا بداياتي كنت عازف كمانجة،
اول ما تعلمت الموسيقى عبس كمان وقت انا عمري في 13 سنه 14 سنه، وبعد كنت نمشي في الليسي، كان استاذي ابراهيم الحناشي تحيه لي اللي هو اول واحد علمني موسيقى. هنا في سوسه؟ اي لا مش في سوسه، كان في ليسي في القلعه الصغيره. انا اسيل صغيرة. انا اسيل القلعه الصغرى، معناتها نرجع انا تسمع بها لوم شلبه وبقاروس. انا امي سوسيه وبابا قلعه صغيري، دونك نرجع انا قلعه صغيري. تربيت غادي وتعلمت الموسيقى غادي وقريت غادي، من بعد تحولت لسوسه وقتها خرجت من غادي وليت نقرا في ليسي تكنيك انسي دو سويت، وكانت التجربه. اما بدايتي كانت مع الفرق اللي موجوده غادي، وكانت عندنا بالحق كانت فما فرق تعمل كيف، كانت مجموعه نيره كنا نشاركوا في مرج الملوف في تستور. قلت لك على صغر سن كنت نحفظ الملوف مغروب. بعد كي مشيت نقرا في ليسي تكنيك وليت قريب للكونسرفاتوار، الور لا وليت نمشي نقرا في الكونسرفاتوار ريجيونال، وعديت فيها 4 سنوات وتعلمت الموسيقى على قاعده، ودخلت لفرقه المواهب معناتها الموسيقيه كانت موجوده بالمعهد الجوي للموسيقى. وبعد دخلت المرحله انه كنت نغني معناتها يعجبهم صوتي، وليت دخلت في شويه في بعض التجارب. انا صغير عمري 17 سنه 18 سنه كنت نغني، غنيت مع عدويه، مع احمد عدويه. وقت احمد عدويه كما نقولوا احنا ستار نجم، شكون حيدر طالع باش يغني مع احمد عدويه في وقتها؟ كانت في النزل، كانت في حفلات، كانت حفلات كبيره كانوا يجيبوهم. فهمت. غنيت مع علي الحجار، غنيت مع محمد ثروت، غنيت مع حمام خيري، دونك غنيت مع عبدو اسكندراني عميد الموال العربي في مصر. ريتهم الالوان هذوما الكل تعدوا على وذني وانا صغير، هذاك علاش كنت مغروم بالاغاني حتى في الشعبي المصري. فهمت. كنت نحفظ للناس هذوما، كنت ناس مدارس كبيره بالحق كنا نتعلموا منهم. وبعد بدات الحلمه تكبر بشويه بشويه، دونك نحكي لك على البدايات كيفاش كان. ايه محليومك البدايات. فهمت. مريت بمرحله كيما مروا بها اي تجارب الفنانين معناتها، وخدمت ما نكذبش معناتها، خدمت في 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 مطاعم معناتها فاخره. كانت قبل مش كيما الجو تاع توا، كان قبل الجو كان خير، كانت الببليك كان يجي يسمع، وكانت ناس تسهر، وكانت العباد ديسار دي نيفو. مي بعد جيتو اغيتي معناتها قصيت كل شيء، ووليت دخلت في الانتاج ودخلت الاعلام وبشويه بشويه راديونات، وبديت ننتج وخذيت قرض بالبنكة وبديت نصرف على غنياتي. فهمت. الفن هذا لازم لي ناخذ له قرض. فوالا بالحق راهو نحكي لك وقتها معناتها ما عنديش حتى مورد رزق ما عدا العمل نتاعي انا كخدمتي كموظف. وكاو معناتها مش شريت موظف شحال ما تعمل لك معناتها، انت مش تصرف على الغناء، تشري لحن وتشري كلمات وكذا. فهمت. وبعد بدات بدايات معناتها الحان مع الطاهر الجيزاني، والحان مع انيس الغربي، وبدينا بشويه بشويه ومشاركات في مارشال الاغنيه، وسجلنا حضور متميز في ما غنيت حتى للشعر الله يرحمه حسونه قسومه، كل عشق ينتهي والفن يبقى. كانت من احلى التجارب عندي في مهرجان الاغنيه، ما يقارب على 5 مشاركات. وبعد كيف كيف زاد خذيت قرار ما عادش نشارك في المهرجان هذا الجبله. وتوفى التجربه غادي. وتوفى التجربه غادي على خاطر حسيتها ما فماش مصداقيه. بلا اضافه؟ ما فما حتى اضافه، ما فماش مصداقيه. فماش مصداقيه. انا سميت في وقت من الاوقات مهرجان ماخذه بالخاطر. معناتها اللي يعمل بلب زي يقولوا له برا سكتوا علينا، ذا اعطيوه جواز، اعطيه جايز وخليه يسكت. احنا كنا وقت عباد معناتها ما كناش وجوه معروفه في البدايات الكل. نحبوا نتعرفوا نلوجوك باش نتعلق شو باش نتعرفوا. وقت اللي تجيك فرصه نتذكر وقتها في القصيد نتاع يبقى الفن معناتها الصاله كي نقول لك قاعده تجي كان ترجع للارشيف تاع الاذاعه تلقاه يكون يجي الدرجين الببليك يصفق. اضعف الايمان وقتها انا كنت نجم ناخذ جائزه احسن اداء. حيدر قبل ما نودعك ونشكرك ونسمع حاجة أخرى في نهاية حلقتنا، حبيت نطمن على صحتك لأنه مؤخرا سمعنا بيك مريض ومريض بأزمة صحية وكل شيء، فالناس اللي يحبوك تفاجئوا عليك وإحنا تفاجئنا عليك. الحمد لله على سلامتك. أولا تجربة خايبة برشا عشتها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله صحيح مريض بعكة صحية معناتها الحقيقة أثرت فيها برشا على غالبها، خاطر لقيت روحي بار اوبليغاسيون لازمني ندخل نعمل عمليه، خاطر وصلت ما نجمش نمشي حتى 300 متر وعندي مشكل على مستوى العمود، عندي كانال لومباري 3 والحمد لله العمليه نجحت ولاباس. قعدت مده حقيقه معناتها
وك تعرف بعد العمليه، بعد العمليه ياكل لي مساج ونسيت شوي ترتاح حتى وترتاح. دونك رجعت الحمد لله، رجعت لباس والحمد لله، ونشكر العباد الكل الحقيقه اللي سالت عليا بالتليفون، اللي جاوني الكلينيك الحقيقه الحمد لله. معناتها في الاخر نقول لك حاجه، ما احلاها محبه الناس. اكيد والله اهم نعمه. شوف الحقيقه، وهذا ميساج مش مشكل بربي، خلينا نعديه من خلال منوعتك الحلوه اللي كيفك يعيشك. بالحق راهو نحب نقول خاصه الفنانين صحابي ونحبهم برشا، يا ولادي راهو والله لا يدوم شيء. صحيح. حبوا بعضكم بالحق، والله العظيم كل شيء تو يمشي بتبيد. من غير الحب ما تنجم تعيش. راهو زايد الكره وهال تكامبين وهالكذا مش زايد. باس تعدى تعدى تعدى. ما يسالش. يعني خلينا نحبوا بعضنا بالحق، خلينا نصلحوا مرواحنا دابار. باش احنا انا ما نقبلش معناتها واحد يبدا نحس به منافق وهو يغني على الصدق. صحيح. فهمت؟ كيما اللي يعمل لحيه بالضبط وهو اعماله ما يعملهمش ابليس. سي اكزاكتومون. يعني الفنان راهو فنان يزمو برشا محبه، يزمو برشا صدق، يزمو برشا ما يدوم شيء في الدنيا. وينهم على قبلنا؟ وينهم على مشاو؟ احنا كل يوم نفقدوا، كل جمعتين ثلاثه نفقدوا فنان. ياسر. كل ثلاثه اربع جمعات يظل في المده الاخيره برشا فنانين يقدموا. بالحق. في رمشه عين بالحق. في رمشه عين. حس اللي دينا فيها عطش. يكون بحذاك تلفت ما تلقاش شيء. وجيعه كبيره. دونك علاش؟ ما فماش علاش. بلكي نحبوا بعضنا اكثر ونتسامحوا مع بعضنا اكثر ويكون الخير اعم ميسالش. وتكون الصحه اقل تعقيدات ويكون الفرح للناس الكل، والناس الكل تولي تخدم وبمحبه كبيره لبعضنا. سي بيان سور. اي نكونوا متساهلين اكثر ما يمكن، خاطر الحقد الاولاد باش يزيد يعرقل للناس الكل ومش باش ينجح حتى واحد في الجو هذاك. سور عاونوا بعضنا ميسالش، راهو عاونوا بعضنا حتى بالكلمه ساعات. حتى الكلمه يكتب لك يهدمك. يهدمك والله. ساعات يبدا قاعد ورا بيسي يبدا ينبر على فنان وتلقاه من دومين. انت علاش تنبر عليه؟ مثال شرا الناس كل تسمع، مانيش كاملين. عنده جمهور وعنده ناس وعنده عائلته. عنده جمهور وتحبه، ولا غالب عنده جمهور وتحبه وعنده ناس وعائلته يتاثروا ويقراوا عليه في كلام. والسوق تهز للناس الكل. علاش انا معناتها ما نجمش نكون كيما اكس ولا كيما جريج؟ انا اسمي حيدر امير، عندي جو معين. من الحاجات اللي تضحكني ساعات في بالك، انا مثلا اصبحت الطرب عندي تهمة. قولوا لي الفنان الطربي فنان الاغاني الملتزمة والطربي. هذاك راهو ما يعمل الجو مثلا، راهو هذاك ما يعمل الجو، راهو هذاك اللي يغني كالطرب. باش ما تمشي يا ودي علاش؟ يا ودي فنان الطرب عنده جمهور وعنده سيادة. انا عندي شوية تريفيير، انا نغني الطرب خاطر التخلويز نخلوظوه الناس الكل. صحيح. والله الناس الكل تخلوظ. اما قول جملتين صحاح طربية صحيحة، قول جملة موسيقية كوريكت وتفضل. ألور لا، خليك في بلاصك وخدم على روحك ربي يعينك، وخلي كل واحد في اختصاصه وفي مجاله. والصحة ترفع الناس الكل، الترابي والمزود والإنشاد واللي يحب الراب وغيره. اش بها تونس تتسع للناس الكل. يظلي فما حتى مسرح حتى قال ولا عارض قال راني أنا مختص في كذا. قال لك انا جايب الفنان الفلاني، تحب تجيه مرحبا، ما تحبش تجيه اقعد في دارك هكا. ولا بثابت بثابت. يا اما تاثرش على الناس بالكلام اللي ما يزيد حتى شيء لا لتونس ولا الساحه، ولا ما تهدمش شخصيه او نفسيه فنان يكون نافح بروحه ويخدم وكل شيء. تجي انت قاعد وتكتب له هكا فقره معناها مسكين تحطم. راهو بكلمه نجم تحطم له حياته كل. صحيح. كلمه مخيبها ومخيبها وما ينساهلكش طول عمرك. خلينا نكونوا متسامحين، بلادنا تتسع للناس الكل والوسيقى الكل. علاش؟ باش خاطر باش نقدموا. صحيح. لازمنا نقولوا مع بعضنا ميساج. نتسامحوا خلينا نقدموا. نتسامحوا نقبلوا ميساج مختلفين. سي بون مختلفين مختلفين. بالعكس احنا كي نختلفوا. ما نكرهوش بعضنا. كي نختلفوا ما نكرهوش بعضنا، وكي نختلفوا نجموا نقدموا. انا نعمل حاجه وانت تعمل حاجه وهذاك يغني حاجه تتولي محليها كل بوكي. بالضبط. ونبنيو حاجه باهيه في الموسيقى التونسيه. الدنيا كلها موزايك معناتها. صحيح. الوان برشا الوان باش تنجم تخرج تابلو. وعلاش تحبنا نكونوا كوبيت من بعضنا، فنان من فنان ومذيع من مذيع وطبيب من طبيب؟ بالعكس كل طبيب واختصاصه، كل فنان واختصاصه. ونجموا نقدموا بتونس والناس الكل. حيدر يعطيك الصحه على النهار المزيان، احنا جيناك لسوسه في نهار وطقس واجواء فنيه. يعيش ان شاء الله تكون استمتعت بال اكيد بالفضاء محلاه. وانا استمتعت باللقاء معاك الحقيقه، كانت
سهرة حلوة معك. يعيشك وانت طليتك قليلة. وانا توا حاجة من النوادر باش نقول لكم، انا وحيدر توا نحكي واحمد المصور زميلنا نحكي بضحك واللعب 7 سنين. ايوه 7 سنوات. آخر مرة ظهروا معايا حيدر في برنامجي 7 سنين. ايه آخر مرة 7 سنين، أنا والشاب بشير وقتها في الإيميسيون. في الإيميسيون، وهوني زاد صورنا أنا وياك وأحمد في البلاصة ريبورتاج، ومن بعد في الإيميسيون 7 سنوات. تشوف قداش معناها تحس الرمشة تاعي. ما حطهم في كفك 7 سنين ما فماش. صحيح، بعدها 7 كان هو دقيقة. الحمد لله. المهم أنا شفتك وطمنت عليك وطمنت جمهورك عليك واستمتعنا بالسهرة هذه. نتمنى لك برشا نجاح وبرشا توفيق. تستاهل كل خير، ونتمنى أن نشوفوك في عرض. نستناو عرض والجمهور زاد يستنى منك عرض إن شاء الله. وعد. الناس 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 رايح تشكي للناس، رايح تحكي للناس، أنا مالي ومالي الناس. اللي حبك هو أنا، واللي ذا ظلمك أنا، واللي قاسى كتير أنا، واللي دارى برضو أنا، أنا مالي وما من وتعالى تعالى تعالى هنا واسألني اسألني اسألني أنا، واسمعني اسمعني اسمعني أنا 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 اللي اديتك وحرمتني، أنا اللي ريحتك وتعبتني، أنا اللي حبيتك وخدعتني. يا خسارة يا خسارة ما عرفتش تحبني. كانت هذه حلقتنا لليلة من لما ونجوم من سوسة. نخليكم على الأجواء الحلوة هذه والمناظر الطبيعية المزيانة مع أجمل تحيات كامل فريق برنامجنا. تقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. على خير وإلى اللقاء.